إلى اليوم والفرحة بوصول مسبار الأمل إلى المريخ مسيطرة على حديث الناس، وتفاعل النجوم معها الحدث ما توقف، فالتهاني والتبريكات ما زالت تملأ صفحاتهم على السوشيال ميديا. ومحمد السالم ما اكتفى بالتهنئة، فطرح أغنية مسبار الأمل بالتعاون مع فهد نوري وماهر أحمد اللي أيضا تولى تلحينها، أما الكلمات فلقصي عيسى. بالمقابل حسين الجسمي أعاد نشر أغنية من دار زايد للسما مسبار اللي سبق وطرحها قبل 5 سنوات وأرفقها بتهنئة للإمارات حكومة وشعبا ولكل العرب. والجسمي أيضا طرح أغنية جديدة من الحانة بعنوان ملفت الأنظار، كلماتها من أشعار سمو الشيخ نهيام بن زايد. ومن بين اللي طرحوا أعمال جديدة طلال سلامة اللي بعد غياب أطلق ألبوم بعنوان كلها يومين، بتتعرفون على تفاصيله باللقاء اللي بتابعونا مع طلال بحلقتنا يوم الأحد. وأيضا الأحد بنتكلم عن الجزء الثاني من ألبوم أحلام فدوة عيونك اللي طرحته من ساعات. وبالحديث عن الأغاني، أغنية نوال الزغبي عقلي وقف ما زالت تلقى تفاعل كبير من الجمهور وأصدقائها النجوم، فمثلا عبدالله رويشد هناها على طاقة الإيجابية اللي تعكسها الأغنية، وهالعمل جمع نوال بأحمد حسن راؤول وأحمد الزعيم لأول مرة، وتفاصيل في تراكينج ستوري نمبر 1. فترة وانا يعني بسعى ان انا اشتغل مع نوال الزغبي تقريبا من 2 أو 3 سنين يعني، بس ما حصلش نصيب. هم ليهم فكر معين وليهم يعني بيحبوا الاغاني دايما كلها تبقى حتات كلها. فاول ما عقلي وقف طلعت معايا حسيت يعني اسمعت صوت نوال فيها. واحمد اشتغل مع راؤول على كلمات الاغنية، ويبدو ان المهمة ما كانت سهلة. واحدة بغنيها حوالي 500 اغنية، فعشان تاخد اغنيه مننا لازم نبقى احنا مختلفين عن ال 500 اللي فاتوا وعن ال 500 اللي بيتبعتوا لها دلوقتي. عشان كده لما الكلام اتكتب كتب بشكل مختلف، كتب بشكل مصري قوي، بس في سنه لهجه بيضاء مع الفاظ جديده، فكان تحدي جامد جدا، بس الحمد لله نجحنا فيه. عجبتها جدا الاغنيه، واعجاب نوال بالاغنيه انعكس ايجابا على فريق العمل. نوال الزغبي نجمه كبيره جدا وليها اغاني كتير جدا وكنا بنسمعها كلنا من واحنا صغيرين، فلما انت تيجي تشتغل مع نوال الزغبي بعد كل السنين ده، بعد كل تاريخها والاغاني بتاعتها دي كلها، لازم تفرق. يعني لازم تيجي تكتب كلام مختلف عن زمان بس في سكه نوال الزغبي. وفرحه فريق العمل اكتملت لما نوال قررت تصور الاغنيه. هي نوال من زمان وهي الكليبات بتاعتها معروفه ان هي كلها مبهجه، ومعظمها يعني الاغاني الفرح مبهجه والوان، وهي دايما بتدي طاقه ايجابيه للناس، فكنت مبسوط اصلا ان الاغنيه بتاعتي هي اتصورت. دي بالنسبه لي حاجه مهمه جدا، ان ربنا بيكرمني زي ما قلت قبل كده 2020 و21 اهو، ان كل الاغاني اللي انا زعيم بيعملها بتتصور ما شاء الله يعني. فدي بالنسبه لنا حاجه مهمه جدا. ونوال الزغبي يعني انت فتحت لنفسك مكان في لبنان بشكل تاني، بشكل مختلف، مع نجمه كبيره جدا في لبنان، فدي حاجه كويسه جدا بالنسبه لنا. ونوال بدورها سعيده بردت فعل الجمهور على هالعمل، واحتفلت من يومين بوصول الكليب للمليون الاول على يوتيوب. الموضوع كان بصراحه مبهج جدا يعني، انا برضو بشكر المخرج فادي حداد، طلع الموضوع بشكل رائع في الوانه وصورته على الكاميرا بتاعته ما شاء الله عليه حلو قوي، فالموضوع مبهج جدا، وطلت نوال بالنسبه لي يعني كانت حاجه حلوه جدا يعني. واحمد ايضا سعيد بالاصداء اللي تحققها اغنيه ولا في الاحلام لواء الجسار اللي طرح كليبها من اسبوع تقريبا. الغنوه دي عايز اقول لك ان انا لحنتها مخصوص لواء الجسار، وبالفعل اديتها له وخلاص اتفقنا ان هو هيغنيها، بس حصلت ظروف وقفت العمل شويه، ولكن بدخول لايف ستايل ستوديوز هي دعمت الموضوع، قالت خلاص الاغاني دي انا هنتجها وهتبقى بتاعتي. وبالفتره المقبله مشاريع كثيره على جدول احمد. في حاجه بيني وبين شيرين عبد الوهاب، راغب علامه، رامي جمال، وكلمات احمد حسن راؤول، وتوزيع وسام عبد المنعم. اما احمد حسن راؤول فبيرجع مع لقاء الخميسي اللي تستعد لطرح اغنيه. شرف ليا جدا ان هي تختارني ان انا اشتغل معاها، وان هي تحط ثقتها فيا. هي طبعا الاغنيه من الحان وتوزيع سام ايميل. وهالاغنيه تعتبر عوده للقاء الخميسي لعالم الغناء بعد اخر اغنيه طرحتها من سنه بعنوان مفيش مستحيل. بس جدا ان الناس دي لما بتيجي تعمل حاجه كده بيقولوا نختار اقول يعني بيجوا عشان عارفين ان انا هعمل لهم حاجه مختلفه، او اعمل لهم حاجه ان شاء الله تعيش. تحدي بالنسبه لها ان هي ممثله بس هتعمل المره دي كليبايه بقى بتاعتها واغنيه سنجل بتاعتها، فده بيبقى تحدي كبير جدا، فلازم تختار فريق عمل قوي. فيعني ثقتها فيها كانت كبيره، والحمد لله ان شاء الله يعني نكسر الدنيا. ولقاء الخميسي لن تعود فقط لطرح الاغاني وانما لاحياء الحفلات، وبها الاثناء لقاء تحيي حفل في مصر على مسرح ساقيه الصاوي، ونحن تواجدنا معها في البروفات اللي بتتابعونا بحلقتنا يوم الأحد.